مشاهدينا الكرام، للحديث عن الفشل السياسي في العراق والتأكيدات عن عدم وجود آمال بالإصلاح في ظل تولي حكومة السوداني، معنا من أربيل عبر سكايب الباحث والمحلل السياسي العراقي الأستاذ كاظم ياور. حياكم الله أستاذ كاظم. حياكم الله، أهلا وسهلا. بداية، يعني أول الفقرات التي تضمنها المنهاج المطبوع، ورد في هذا المنهاج الوزاري المطبوع فقرة أن هناك توافقا سياسيا جرى على تمرير المنهاج، يعني لازلنا ضمن إطار التوافق، لازلنا ضمن إطار المحاصصة، توزيع المهام والمناصب وهذه الامتيازات وغيرها. أين الإصلاح وكيف يمكن أن يتحقق الإصلاح في ظل نفس المنظومة التوافقية التي تحكم العراق؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام. بالنسبة لنجاح أي منهاج وزاري لابد أن يكون في الدولة البرلمانية، خاصة في العراق لابد أن يكون هناك انسجام ما بين الحكومة والبرلمان واللجان البرلمانية. ودليل على ذلك في مسألة سرقة القرن، لا نجد هذا الانسجام وتوحيد الرؤية في محاربة مكافحة الفساد ما بين الحكومة وكذلك البرلمان العراقي الحالي. فلو كانت هناك أي انسجام في الرؤية ومكافحة الفساد، فكان لابد أن يقوم البرلمان العراقي بخاصة اللجان يعني معنية بهذا الشأن، النزاهة وغيرها، من إعداد ملفات استجواب مسؤولين سابقين في الحكومة السابقة وحكومات أخرى التي يعني كانت فيها فساد، ومنها مسألة سرقة القرن. والكل يعلم أن سرقة القرن لا يعني لم تحدث قبض على المتهم الرئيسي نور زهير في حكومة السيد السوداني، بل في حكومة السيد الكاظمي تم القبض عليه. فربما لو كانت باقية يعني الأمور يعني لا تظهر في حكومة السيد السوداني ولم تحرك هذا الملف جهات أخرى، لربما كانت يعني مثل ملفات الأخرى لا يدعي به أي أحد. وهناك نقطة جوهرية أخرى، من حيث أن هذه الأموال في سرقة القرن، لماذا جهات يعني بعض الجهات يتحرك من أجل جلب هذه الأموال أو استدراج هذه الأموال؟ لأن هذه الأموال بالأصل هي للشركات يعني أهلية، لربما تابعة للأحزاب السياسية أو لأذرع أحزاب السياسية. طيب، يعني حتى بس أستاذ كاظم، حتى لا نتوسع بالفكرة لنخرج عن الأسئلة المتعلقة بالعملية السياسية وكيف تدار. هنا نقطة، أن حكومة السوداني منذ قدوم السوداني عمل على الإطاحة بكثير من الشخصيات، إقالات بالجملة وصلت إلى نحو 900 مسؤول أو مدير عام أو شخص منتمي لهذه الحكومة، تم إقالة شخصيات كثيرة. هل تعتقد بأن هذه الخطوات هي لضرب الفساد فعلا، أم أنها لتقطيع أذرع حكومة الكاظمي السابقة وترسيخ دولة عميقة جديدة؟ طبعا لو كانت في منهاج السيد السوداني من حيث تغيير وإعفاء وإقالة لمن يعتقدهم أنهم لهم أذرع ولهم يعني يد في عمليات فساد التي جرت في حكومات السابقة، هذا شيء جيد. ولكن نرى أنه حتى توقف في بعض الشخصيات وفي بعض المحافظين، وحتى أن أقرب المقربين منه السيد المالكي قد يعني قال أنني لا أوافق السيد السوداني في عندما وقف في بعض المراحل في إقالات وفي إعفاء، وكذلك جلب بعض الشخصيات أو تم استبدال مواقعهم وشخصيات أخرى تم إعفائهم وثم تكليفه مرة أخرى. فهذه تخبط في المنهجية في مكافحة الفساد أو إجراء تغييرات واسعة. هل هناك منهجية أصلا في مكافحة الفساد؟
طبعا راينا ان الخليه او اللجنه التي اسسها السيد السوداني ما هي الا مثل اللجان السابقه، يعني هي مشابهه كوبي بيست يعني وزراء السابقين تم جلبها مره اخرى. فاذا لا توجد هناك يعني منهجيه واقعيه بحيث ان يكون هناك اقالات واتيان بكفاءات وشخصيات نزيهه خارج عن منظومه الاحزاب المحاصصاتيه الحزبيه الحاليه، بل الذين ياتي بهم السيد السوداني من هؤلاء الاحزاب، من الاحزاب القابضه على الحكومه. والفساد من اين اتى؟ الفساد اتي من نفس يعني الاحزاب السياسيه او الشخصيات التي يمثل الاحزاب السياسيه في الحكومات السابقه وفي حكومة طيب الحاليه. انت فتحت قبل قليل موضوع استاذ كاظم، فتحت قضيه سرقه القرن قبل لحظات، تحدثت عن جزء منها. هنا نأتي إلى الجزء الذي عرض مؤخرا أمام وسائل الإعلام، وهو وقوف محمد الشيع السوداني بجانب كمية من الأموال تقدر ب 180 أو أكثر بقليل 180 مليار دينار عراقي من أصل 3 تريليون و 700 مليار دينار عراقي ضمن ما يسمى بسرقة القرن. ما هذه الخطوة برأيك؟ هل هي خطوة حقيقية في محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة؟ أم أنها تدخل ضمن كما يطلق عليه محليا الشو الإعلامي لتجميل صورة الحكومة؟ طبعا بحسب المؤشرات لابد أن يكون للسيد السوداني مكافحة ملفات فساد هو يعني يختار ويجده بنفسه بحكومته للحكومات السابقة. كما ذكرت أن ملف سرقة القرن تبين في حكومة سيد الكاظمي وتم القبض على المتهم الرئيسي في أثناء حكومة السيد الكاظمي. إذا لابد أن ننتظر من سيد السوداني ملفات أخرى، ملفات حاسمة. وذكرت أن هذا الأمر يعني صح أنها من خزينة الدولة، ولكن عائدات هي للشركات أهلية. نحن ننتظر من سيد السوداني ملفات كبيرة، تم هدر أموال عراقية كبيرة وتم سرقتها في يعني عقود تسليح. يطرح سؤال من كثير من العراقيين أستاذ كاظم، أنه كيف يمكن له أن يفتح ملفات الفساد لكبار حيتان الفساد وهم الذين جاءوا به لتسلم السلطة؟ وهنا يعني الامتحان والاختبار. نحن لماذا نذكر دائما هذا الأمر؟ نريد من السيد السوداني، الشعب العراقي يترقب أن يفتح ملفات كبيرة، فلو كان يعني يطبق ادعائه ومنهاجه الوزاري بشكل صحيح ومهني ووطني، لابد عليه القيام بمكافحة ملفات الفساد الكبيرة حدثت منذ 2005 إلى 2022. يعني وهناك ملفات كبيرة في الطاقة وفي ملف تسليح الجيش العراقي ووزارة التجارة والصناعة والصحة وغيرها من ملفات كبيرة جدا ينتظرها يعني الشعب العراقي من حكومة السيد السوداني. فإذا لم يقم بفتح ملف جديد هو يتبنى هذا الملف، سوف يكون كلامه غير مطابق لما جاء في منهاج الوزاري الذي صوت عليه في البرلمان العراقي. شكرا جزيلا لك أستاذ كاظم ياور، الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من أربيل.